أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه: حفظت وعاءين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: فأما الآخر فإذا بثثته قطع هذا البلعوم؟ يريد حديث الفتن، يريد حديث الفتن التي تقع، فلو أنه نشر هذا دليل على جواز كتمان العلم للمصلحة الراجحة إذا كان في بثه مضار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما قال: ألا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا. كتمان العلم للمصلحة أمر جائز، وهذا الذي فعله أبو هريرة، لأنه لو ذكر حديث الفتن على الناس لا حصل شر كثير. لكن تذكر الأحاديث للعلماء، تذكر للعلماء وطلبة العلم الذين محل الأمانة، أما أنها تفشى على الناس وعلى العوام وعلى هذا لا يجوز، لأنه يلزم عليه شر كثير. ففيه علم ما ينشر على الناس كلهم، وفيه علم ينشر على الخواص من العلماء وطلبة العلم، وفيه علم ينشر على الناس وهو ما ليس فيه ضرر، في علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم هذا الناس بحاجة إليه، ينشر على الناس كلهم يعلمون إياه. لكن وش حاجة الناس بأحاديث الفتن؟ ما لهم حاجة فيها، وإنما هذا شيء يلقى على العلماء لأجل أن يتعاملوا مع الفتن إذا ظهرت بموجب هذه الأحاديث، هذه أمانة. نعم.